فريق مياس أمام تحدي جديد والدور للفانس ليختاروا الفريق المفضل عبر البيبلز تشويس أوردز، الجائزة الأمريكية العالمية المخصصة لكل يلي تميزوا بالبرامج التلفزيونية وغيرها واللي بيصوت للجمهور من مختلف أنحاء العالم. التصويت ابتدى من 26 تشرين الأول ومستمر ل 29 الثاني. الدعم اللبناني عبر التصويت من وين ما كان بلبنان والعالم بحقق إنجاز جديد. صوتوا أونلاين عبر موقع votepca.com وفينا نصوت لحدود 25 مرة يومياً لزيادة فرص الفوز لفرقة مياس.